طبعا يعني لما كثرت امراض الكبد للاسف الشديد في ناس يعني قاصره الفهم، كل تفكيرها انها تعالج الكبد. نعالج فيروسات الكبد، سننتصر على فيروس سي، سننتصر على فيروس، سننتصر، سبحان الله. طب ما تنتصر على الماء الملوث، ما تنتصر على الزرع الملوث، ما تنتصر على الزرع اللي بيتروي بميه مجاري، ها؟ ما تنتصر على الناس اللي بتشرب ميه لا يصح ان تشرب، ميه ملوحتها زايده في بعض المدن، وميه ملوثه بماء الري وماء المجاري في مدن تانية ولا في قرى تانية. وده بيكبر قوي 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 نسبه الامراض، امراض في الكبد، واغلب الناس ما بتحسش بالاصابات الاولى وما بتفوقش الا وعندها سرطان كبد.